سيداتي سادتي أعزائي المشاهدين، مرحبا ألف مرحبا بكم من جديد مع طارق في القناة ديالكم ديال AVL اللي كتعني أشا فونت لوكاسيون، اللي كتعني بيع وشراء وكراء. هذه القناة هذه مختصة في مجال العقار فقط. اليوم جايب لكم شقة اللي بصح طلبوها مني بزاف ديال الناس. كيفاش؟ هي ان هذا العقار ديال اليوم اللي غادي نقوم بالوصف ديالو، جايب لكم عقار اللي كيتباع بالفراش ديالو كامل، وماشي اي فراش، جيب لكم شقه اللي كتباع بفراش اللي كله مازال جديد كما كتشاهدوا معايا. للاضافه عندي هاد العقار تم التشييد ديالو، ولا بين قوسين تم التشييد ديالو هاد العام، هاد السنه هادي ديال 2023. اذا كنهضروا على عقار اللي مازال جديد، اللي مازال في الحله الرئيسيه ديالو، وكذلك حتى بالنسبه للفراش وبالنسبه للالات اللي غادي نوريكم اي حاجه، كل شيء مازال يلاه تشرى، مازال في الميكا ديالو. وكنتمنى من القلب انها تكون من نصيب احد المشاهدين الاعزاء. اذا نقول لكم مرحبا والف مرحبا بكم من جديد. اجيو نشوفوا بعدا الفصاله ديال العقار باش نتبعوا الامور دقه دقه. عندي المدخل الرئيسي لهذا العقار هو هذا. المدخل الرئيسي هو عباره عن باب مقاوم للكسر، هو باب اللي هو بلاندي، باب مقاوم للكسر بلاندي. ما وراء هذا الباب عندنا واحد المصعد، عدد ديال الجيران اللي كاينين حدا كل عالم قروبه من هاد الشقه فقط جار واحد في هاد الجهه، في هاد الناحيه هادي. والعماره فين كانت واجد اليوم اللي كنصور لكم العقار كتوفر على مصعد، وكتوفر على مرآب ديال السيارات، وكاينه فيها الدار اللي هي عباره عن مكتب السانديك ولا دار ديال الكونسيرج. اليوم كنتواجد بكم بالضبط بمدينه مكناس، ومن مدينة مكناس ألقي عليكم التحية والسلام أينما كنتم. كنتم كتشاهدوني من داخل المغرب، فكنقول لكم مرحبا وألف مرحبا بكم في العروض العقارية ديال AVL. ولا كنتم كتشاهدوني من خارج المغرب كذلك، أرحب بكم وكنقول لكم ها هي دار اللي كاملة مكمولة تجي تسكن، ما كاينش، ما غاديش تاخذ العناء باش أنك تمشي تفصل مثلا الفراش، ولا انك تمشي لمود الثلاجه، ولا انك تمشي عند الناس اللي كيبيعوا مثلا لي زاكسسوار ديال الديور. ها هي واجده بلا ماشين لافي ديالها، عندي الثلاجه ديالها، عندي كذلك البلاصه ديال شوفو هي هذه في الخارج ولا في البالكون ديالها، كل شيء كاين في هذا العقار. والحاجه اللي هي زوينه في العقار اللي جبت لكم اليوم هو انه كيتواجد في عماره كما قلت في اخت بلوس 4 ولا 4 ديال الطوابق، وهذا العقار ديال اليوم راه تيتواجد في الطابق الاول. اذا انت الا ما كانش المساعد فممكن انك تطلع على رجليك بدون عناء. برومي ايطاج اللي هو زعما الطابق الاول، وكما كتشوفوا معايا حتى الفينيسيون ديال هذا العقار راه فينيسيون اللي كتضاهي السكن الفاخر، من ناحيه ديال الصباغه، من ناحيه ديال الابواب اللي مصاوب بهم، اللي صاوب هذا المقاول في هذا العقار. شوفوا معايا البيبان كي دايرين، كي محطوطين هاد البيبان راه كيجيو مفصلين على الفوكادر. شنو كنعني به الفوكادر؟ هو داك البني فاش كتبنى النهار الاول كيتبنى العقار، راه كيجيو مفصلين على القد ديال الحيط. نكملوا الزياره ديالنا. عندي هنا الحمام رقم واحد، الا قلت حمام رقم واحد هنا مازال غادي نكتشفوا حوايج اخرين. فيه لافابو ديالو، فيه لي طواليت ديالو، وفيه الدوش ديالو. اما بالنسبه للغرف العدد ديالهم ثلاثه ديال الغرف. الميزه ديال الغرفه ديال الوالدين فهي غرفه بما لكلمه من معنى. كيفاش؟ هي ان فيها الحمام ديالها. حنا غادي ندخلوا، وحنا داخلين بعدا كنشوفوا بان الارضيه كلها مصاوبه بداك لافي باركي ولا الايحاءات، وكانك كتمشى على الخشب. واخا ها انتما نعاود نرجع للارض، كتمشى بحال اللي راك غادي على الخشب. وماشي غير هادشي، غرفة الوالدين ها هو الحمام بالدوش طواليت لافابو ديالو هما هادو. وكنتقدموا لداخل، عندي سرير من نوع الفاخر حتى هو غادي تمشي مع هذا العقار، وسرير اللي هو مازال جديد. كنعاودها وكنأكد عليها، والحاجه اللي عجبتني في هذا العقار هو ان كلشي مازال جديد فيها. اما الاطلاله بالنسبه للنوافذ فعندك واحد لافيو كما كنقولوا بانوراميك، ولا واحد لافيو اللي هي ديجاجي، ما كتشوف حتى شي حاجه قدام قدامك ديال فيلا، ومع المستوى ديال العماره جاي طالع، اذا كتشوف عندك واحد لافيو اللي هي طويله. نخرجوا من الغرفه ديال الوالدين، عندي هنا الغرفه رقم 2 اللي مصاوبه على شاكله سيجور، هي هادي مصاوبين فيها كلشي ديالها مقاد. دابا بزاف د الناس راهم تيتسالوا وبشحال هادشي اطرق، شحال الثمن؟ الثمن المقترح في العقار ديال اليوم بالفراش ديالو
هو 50 مليون، 500 ألف درهم. 50 مليون هذا هو الثمن اللي عطينا أصحاب العقار، ولا ندري فممكن الاتصال والتواصل من أجل زيارة فعلية أو زيارة اللي هي حقيقية، ماشي زيارة عن طريق الفيديو، باش الإنسان يشوف العقار فين كيتواجد. بالضبط كنتواجد بمدينة مكناس، وعلى مقربة من واحد من الأحياء المعروفة بالمدينة، ألا وهو حي المنصور. كاين الطاكسيات والسويقة الطوبيس على مقربة، والبلاصة فين كتواجد فيها راها بلاصة اللي هي جديدة، يلاه كتوجد ولا يلاه كتجهز هاد البلاصة هادي بعمارات من نفس الفئة، عمارة ديال السكن المتوسط من فئة 4 طوابق. اللي بغى يشوف هاد العقار عن كثافة معلي الاتصال. وكذلك راه هناك مثلا إمكانية ديال أن الإنسان أنه يقتني ولا ياخذ هاد العقار هو فارق بثمن ديال 450 ألف درهم. إذن أعزائي المشاهدين، كنتمنى ما نكونش طولت عليكم في الوصف، كنقول لكم دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.